يعيش المرضى وذويهم بمستشفى أمراض السرطان بوهران معاناة يومية كون جلهم قادم من خارج الولاية بسبب نقص في بعض الفحوصات التي تجرى خارج المؤسسة وعدم توفر العدد الكافي لسيارات الإسعاف. ضف إلى ذلك نقص عدد المتبرعين بالصفائح الدموية. كان عند بعض النقائص مثل أمبيلس بالنسبة لنقل الأشخاص، وكان عند مشكل في شوية سكانر اللي ما كاش، وكان خصم كيما تاع هذا تاع العلاج بالاشعه ثاني والو كان ينطلق ديال المرضى تبدا تدور بهم، كون كاين زوج ولا ثلاثه فيها المساعده شويه، المريض ما يغبنش. بعد الاستماع لانشغالات اهالي المرضى توجهنا لمصلحه حقن الدم، اين وجدنا بعض المتبرعين، غير ان بعض الزمر النادره السالبه تبقى تشكل نقصا حادا يتطلب حملات تبرع اضافيه. المركز تاعنا هو المركز الوحيد اللي يتوفر على 5 آلات، واش هي بوغ لي جروب نيجاتيف اون تروف دي ديفيكولتي. انا راني في العام راني نتبرع 3 فوا في العام، الحمد لله يا ربي، زعما ما كانت حاجه. جملة الانشغالات هذه رفعناها إلى مدير المستشفى الذي أكد على وجود جل هذه النقائص، مرجعا ذلك للضغط الرهيب الذي يعيشه المستشفى من خلال توافد 16 ولاية عليه. وهي تتكفل بكل سرطانات الصلبة والسائلة، دونك هي بحاجة ماسة إلى المتبرعين، بحاجة إلى سيارات إسعاف إضافية، وذلك لنقل المرضى من المصلحة إلى مصالح أخرى والتي تبعد حوالي 20-25 كيلومتر على مقر المؤسسة.